رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، الإصحاح الثالث. أفنبتدئ نمدح أنفسنا؟ أم لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم؟ أنتم رسالتنا، مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية، ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله. ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بني إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد، فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق، لأنه إن كان الزائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. الإصحاح الثالث ده بيتكلم عن خدمة العهد الجديد، ويقول لنا في عدد 2 وهو بيكلم الرعية يقول لهم أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، وبيتكلم بصورة رائعة على أن الرعية المكتوبة في قلب الراعي، صورة جميلة قوي. وهو بيتكلم في الإصحاح ده هو وبيتكلم عن مجد العهد الجديد، وأنها خدمة الحياة، أنها خدمة للمجد، وبيشرح ده بألفاظ كتيرة وبتعابير كتيرة، وبيحط قدامنا عبارة غاية في الروعة وهو بيشرح لنا ويقول لنا شعار ممكن تحطه في حياتك ويكون هو سبب الفرح الكبير، زي عدد 5 يقول لنا كفايتنا من الله. وده الحقيقة شعار جميل خالص لما يحطه الواحد في حياته، إن اللي يكفيك واللي يشبعك واللي يخليك دايما مروي هو الله. لا يوجد شيء في هذا العالم يستطيع أن يشبع الإنسان الشبع الكامل، مهما الإنسان بكل مفردات الحياة الإنسانية والحياة الأرضية وبكل ما تعطيه الأرض، مهما حصل الإنسان عليه ومهما حصله مش ممكن يشعر بشبع عميق في داخله. الإنسان لأنه خلقة يد الله فكفايته هي من الله. الله هو الوحيد اللي ممكن يكفيه ويشبعه ويرويه ويشعره داخليا بأنه لا حاجة للأرض على الإطلاق. عشان كده حط ده شعار قدامك، وإن أي حاجة بيقدمها لك ربنا أنت بتشكره عليها وبتقول له يا رب هي كفايتي منك، وأنت اللي بتعطيني النعم دهية. وأنت كمان بتعيش في حياتك اعرف كده إن الحرف يقتل
ولكن الروح يحيي، وده في عدد 6. ودي نقطة مهمة، لأن اللي بيعيشوا بالحرف بيعيشوا بالحرف معذبين تعبانين بالحرف، لكن اللي بيعيش بالروح بيحيا وبيكمل حياته ويصير له نصيب في السماء. في العهد القديم اللي عاشوا بالناموس واللي عاشوا بالحرفية عشان كده عاشوا معذبين وتعبانين وبيتعبوا غيرهم، لكن اللي بيعيش في الروح وفي حرية الروح التي يسكبها الله في قلوبنا يحيا ويعيش الإنسان في مجد. والصورة الجميلة دي بيقدمها لنا علشان نعيش فيها، ويكرر تاني في عدد 12 ويقول لنا رجاء مثل هذا، زي ما قالها لنا قبل كده في الإصحاح الأول، لنا رجاء. والرسالة دي كلها بتتكلم عن الرجاء كتير خالص، لنا رجاء في المسيح. ربنا معكم.